وخلينا نتكلم في البداية على تقييمك لوضع القطاع السياحي في الوقت الراهن، بالذات بعد مؤشرات التعافي من أزمة كورونا. بصورة عامة، إن كل من يعمل بالسياحة سواء هيئات أو أفراد تأثر تأثر سلبي كبير جدا. في مؤشرات جديدة بتقول إن إحنا في طريقنا إلى التعافي. على سبيل المثال، إحنا في أوائل شهور السنة دي، يعني خلينا نقول لغاية شهر أبريل اللي فات ده، زار مصر حوالي 500,000 سائح. في آخر شهرين بعد شهر أبريل العدد ده، لأ، المعدل الشهري زاد. بدأت الحركة من ألمانيا تزيد على مطار الغردقة، بدأ الطيران المنتظم يزداد كعدد من دولة روسيا، بدأت بعض الجنسيات الجديدة اللي ما كناش بنسمع عنها كتير قبل كده زي الروماني يزيد ويكتر، دولة زي صربيا بدأت يبقى ليها أعداد، دولة زي أوكرانيا بدأت بتزيد أعداد المواطنين الأوكراني اللي بيزوروا الغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم. كل ده بيدل إن إحنا إن شاء الله في مؤشرات وبوادر بتقول إن إحنا في طريق التعافي إن شاء الله. جهود الدولة لدعم القطاع السياحي، كيف استفدتم منها كشركة سياحة؟ دولة صرفت مساعدات لقطاع السياحة، للفنادق والشركات، في سبيل أو عشان على الأقل الشركات والفنادق تحافظ على العمالة الموجودة، ده أولا. ثانيا، تساعدها في تعثرها. كان في مبادرة من البنك المركزي اللي كان عليه قروض كانت بتؤجل سواء للهيئات أو حتى للأفراد. زائد كمان حاجة مهمة جدا، لما بدأت بعض الدول المصدرة للسياحة للغردقة تشترط أن المسافر، زي ما احنا كمان بنشترط أنه يدخل بالPCR، تحليل PCR، هم كمان يشترطوا ان العميل يرجع ليهم PCR سلبي.